السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب. إن شاء الله النهاردة هنكمل الفصل الثالث أو الباب الثالث، معادلات الضرب. الحصة اللي فاتت خدنا معادلات الجمع والطرح، كانت المعادلة فيها عملية جمع وطرح، أما معادلات الضرب فبيبقى فيها علامة ضرب. بيقول لي 3 سين، دي معناها 3 ضرب سين، يعني 3 أضربها في كام يطلع 6. واحد بيقول لي 2، عمره صح، ده اسمه الحل ذهنيا، ولكن احنا بنحلها بخطوات. تعال نشوف مع بعض. 3 امثال سين، يعني السين دي متكرره 3 مرات. والطرف الايسر 6 كروت، 2 2 2. هلاحظ ان لو كتبت المعادله، ده الخطوات اللي احنا بنحل بيها، 3 مضروبه، يبقى انا اقسم على العدد اللي مضروب في سين بنفس الاشاره. اقول الجمله دي تاني، اقسم على العدد اللي مضروب في سين بنفس الإشارة. يعني هنا 3 مضروبة في سين، اقسم يمين ويسار على 3، يمين ويسار على 3، اقسم هنا على 3 واقسم هنا على 3. 3 تروح مع 3 ينزل لسين، و6 تقسيم 3 بكام؟ 2. وفعلا كل سيناية خدت كارتين، كل سيناية خدت كارتين، يبقى انا كده حليت معادلة. 2 ضرب س بتساوي 8، لو هنحلها بالكروت يبقى س متكرره مرتين، وهنا 8 كروت، 4 4. تعال نكتب مسالتنا. 2 ضرب س، معنى ذلك ان كل س ب 4، كل س ب 4. نحلها بخطوات. انا لسه قايل هقسم لان ده مضروب، 2 مضروبه، يبقى لو لقيتها مضروبه اقسم، يبقى انا اقسم على اليمين وعلى اليسار، اقسم هنا على الاثنين واقسم هنا على الاثنين، 2 تروح مع بعض يبقى س تطلع ب4. 8 ضرب س بتساوي 16، ثم تحقق من صحة الحل. هنقسم هنا على 8 ونقسم هنا على 8. سمع واحد يقول هقسم، هقسم هنا على 8 وهنا 8، 8 تروح مع 8 ينزل لي س، 16 تقسيم 8 2. طب عاوز اتحقق، ادي 8 س بتساوي 16، هسيب س واحط كام؟ 2. يبقى 2 في 8 ب 16 طلعت بتساوي 16 اللي هو الطرف الايسر، يبقى كلامنا صح. 30 بتساوي 6 س، انا مش هقسم على ال 30، لا ده المجهول هنا الطرف الايسر، يبقى 6 مضروبه في س، يبقى انا هقسم على 6 يمين ويسار، يبقى س بتساوي 30 على 6 فيها 5. تحقق، ادي 30 بتساوي 6 س، اشيل س ونضع 5، 6 في 5 ب 30، 30 بتساوي 30، يبقى الاجابه صحيحه. سالب 6 ا بتساوي 36، احنا قلنا لو العدد مضروب اقسم عليه بنفس الاشاره في عمليه الضرب، اقسم عليه بنفس الاشاره يمين ويسار، مش زي الجمع والطرح نضع عكس الاشاره. يبقى الالف 36 موجب على سالب بسالب 36 على 6 فيها 6. تحقق، سالب 6 شيل الالف ونضع سالب 6، سالب 6 بسالب 6 بسالب 36، سهله جدا. شوف مثال اخر، سالب 9 د، سما واحد بيقول لي انا هقسم على سالب 9 يا استاذ، قلت له نعم، هنقسم على سالب 9 يمين ويسار، يبقى سالب 9 سالب 9، يبقى د بتساوي سالب على سالب بموجب 72 قسمة 9 فيها 8. نتحقق، سالب 9 في د، يبقى سالب 9 في 8 بسالب 72 بتساوي الطرف الايسر، يبقى اجابتنا صحيحة. 6 ج اقسم على 6 يمين ويسار، طبعا العمليه خلاص انت حفظت بقى ايه اللي بيتعمل. هقسم على 6 يمين ويسار، 18 تقسيم 6 فيها 3. تحقق، 6 ج بتساوي 18، اضرب اشيل ج واحط 3 يبقى 6 في 3. واحد يقول لي 18، اقول له لا، ده احنا بنحط الناتج في اليمين عشان يطلع بيساوي اليسار، يبقى حلنا صح. 15 بتساوي 3 ع، ادي 3 ضرب ع، يبقى انا هقسم هنا على 3 وهنا على 3، يبقى عين بتساوي 5. أشيل عين ونضع 5، يبقى 3 ضرب 5. واحد بيقول لي 15، يا حبيبي أنا بطلع الناتج يسار، طلع ب 15 بيساوي اليمين، يبقى الإجابة بتاعتي صحيحة. سالب 8 س بتساوي 24، هقسم على سالب 8 يمين ويسار، موجب على سالب بسالب 24، 8 قسمة 8 تطلع بسالب 3. حقق، سالب 8 شيل السين ونضع سالب 3، سالب في سالب بموجب 3 في 8 ب 24، يبقى اجابتنا صحيحه.
ناخد طبعا ديت هسيبك برضه تقراها وتحلها. انا عاوز لفظي بيقول لي ايه بقى؟ تسير سيارة رياض مسافة معدلها 15 كيلو متر بلتر واحد، يعني لو هو ركب العربية ويقطع 15 كيلو متر بيستهلك بنزين لتر واحد فقط. اكتب معادلة لإيجاد عدد اللترات التي تحتاجها ليا لقطع مسافة 300 كيلو، يعني هو بنزين بلتر واحد بيستخدم 15 كيلو، طب 300 كيلو بقى يستخدم كم بنزين؟ المسافة باللترات اضربها فعدد اللترات يساوي المسافة الكلية. المسافة هو قطع كام؟ 15، في كام لتر يطلع 300؟ اقسم على ال 15 يمين ويسار، يبقى انا هنا كونت المعادلة اللي هتحل بها المسافة. 15 تروح مع 15 يبقى يستخدم 20 لتر لقطع مسافة قدرها 300 كيلو متر مربع. يتقاضى جميل 15 ريال في الساعة الواحدة، يعني لما بيشتغل ساعة بياخد 15 ريال. ما عدد الساعات التي يعملها جميل ليأخذ 120 ريال؟ المبلغ اللي هياخده في الساعة أضربه في عدد الساعات يطلع عدد الكل، ده شيء طبيعي، يعني يشتغل خمس ساعات تضربهم في المبلغ اللي هياخده يطلع المبلغ الكلي. طب المبلغ في الساعة كام؟ هو بياخد 15. فعدد الساعات معرفوش لأنه عاوز كام ساعة، ما عدد الساعات؟ ب 120 يبقى أقسم على 15 يمين ويسار، ودي بالعملية الحسابية العادية جدا يطلع جميل هيشتغل 8 ساعات عشان ياخد 120 ريال. تسبح سمكة قرش بمعدل 40 كيلو متر في الساعة، ما الزمن الذي يحتاجه إليه القط؟ نفس الفكرة، المسافة في عدد الساعات بيساوي المسافة الكلية، يعني نفس الفكرة. هو بيقطع تقطع السمكة 40 كيلو في عدد ساعات يطلع 96، هقسم على 40 ويمين ويسار، قسمة عادية جدا، عملية قسمة مطولة سهلة على فكرة. يبقى السمكة دي هتستهلك 2.4 ساعة عشان تقطع مسافة 96 كيلو متر مربع. كده انتهينا يا أبناء الطلاب من درس معادلات الضرب، وإلى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله.